انا دلوقتي عندي طمع مختلف، وانت بتتكلم قلت الكوكب التاسع، فانا يعني عندي فضول وشغف اعرف الكوكب التاسع ده ايه، ايه الحكاية، وازاي يعني التواصل بيننا وبينه ممكن يبقى عامل ازاي. الكوكب التاسع ده كان عنوان لبيبر انا نشرتها في مجله دوليه علميه محكمه. في كوكب في المجموعه الشمسيه كوكب تاسع، هو لسه لم يكتشف حاليا، بس في 2 علماء من كالتك قدروا ان هم يعني هو يرصدوا موجود في حركته. المجرة ولم وموجود يكتشف؟ لا موجود في المجموعه الشمسيه بتاعتنا اه بدون اسم؟ بدون اسم، هم مسمينه بلانيت اكس عشان اه لسه اه لم يتم الاكتشاف عنه. يا دوبك 2 علماء من كالتك رصدوا حركه ليه في جزء بس ده ممكن معين، يغير كل الحاجات، لأن حركة الكواكب ممكن، مع بعضها وخاصة لأن المدار ليها بتاعه مختلف عن فهم. المدار بتاع الكواكب العادية، اها، عشان كده هم مسمينه البلانيتكس أو الكوكب الغامض. وانت عملت بحث عن أنا عملت بيبر عن تحديد السرعة اللي بيتحرك بيها في المدار وبعده عن الشمس ويعني وفكرة عامة عن كتلته والجاذبية بتاعته. هل هو الله. حجمه مرصود، يعني أقرب مثلا لأني كوكب من الكواكب، صغير كبير؟ الحجم بتاعه هو احتمالية، يعني ما تحددش بالظبط حجمه، يعني برضو مثلا المدار بتاعه تقريبا اتحدد بحوالي 14700 سنة أرضية. يعني هو المدار اللي الأرض بتاخده في سنة هو بياخده في 14700 سنة ايه أرضية. سبب انه مختفي؟ يعني ما حد، يعني قصدي ما حدش رصده من المدار زمن. بتاعه في أسباب كتير، أولا المدار بتاعه مختلف عن مدار الكواكب العادية. السبب الثاني لان الادوات والتكنولوجيا بتتطور، يعني ما كانش في ادوات معينه ما كانش تقدر مرصود ترصده يعني. بالظبط، لكن دلوقتي بقى في تكنولوجيا وادوات اكتر تطورا ان احنا نقدر نرصده.